اهلا بيكم، معاكم مهندس روان كمال. النهارده هنتكلم مع بعض عن بيزكس في البرمجه. سلسله الحلقات اللي احنا هنعملها هتكون سلسله كبيره متتاليه، بس قدر الامكان الشوط بتاع الفيديو هيكون مش مده طويله عشان يكون استفاده سريعه. النهارده هنتكلم عن بيزكس مهمه جدا في البرمجه، كتير جدا يعرفوها وكتير جدا مهمه قوي يعرفوها ولا ما يعرفوهاش، هي النقط الاوبن والنقط الكلوز في البرمجه. بالنسبه للنقط الاوبن والنقط الكلوز دي، فيها نقطه تخبط كبيره عند ناس كتيره، خاصه لو حد لسه بادئ في مجال البرمجه. بمعنى ايه؟ الناس متعوده دايما في الكلاسيك كنترول اللي هو الريفرنس بتاع اي حد راح يدرس برمجه، بنسبه كبيره بيكون ان الكلاسيك كنترول عندي نقط نورمالي اوبن او نقط نورمالي كلوز، فهو متعود ان نورمالي اوبن يعني نقطه اوبن ونورمالي كلوز يعني نقطه كلوز. لكن في الواقع في البرمجه مش كده، في البرمجه جزء مختلف شويه. صح، لو انا جيت ارسمهم على السبوره هلاقي عندي شكل مفتاح بالمنظر ده، وده اي حد بسرعه هيقول عليه ان هو نورمالي اوبن، وعندي شكل مفتاح بالمنظر ده اي حد طبيعي لو سالناه لو ده اوبن اكيد ده هيبقى كلوز. بس هو في الواقع مش كده. في الواقع في البرمجه انا بكلم على لوجيك ستيتس، حاله لوجيك. لوجيك بمعنى ايه؟ مش حاجه فيزيكال، يعني مش فعليا هي مقفوله، يعني ماشي فيها كهرباء لو كان سلكه، ولا ماشي فيها ميه لو كانت ماسوره. لا، هي مش حاجه كلوز فيزيكالي، تمام؟ هي حاجه لوجيك. بمعنى ايه؟ ده فعليا ما يعتبرش اوبن، ده احنا في البرمجه بنسميه مفتاح ليه نفس حاله الانبوت اللي واصل على البي ال سي اللي باسمه. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ هقول لحضرتك. يعني لو انا هرسم البي ال سي بالمنظر دوت، وهعتبر ان النقطه دي عندي مثلا اي 0.0 ودي اي 0.1، وانا هوصل مثلا على اي 0.0 نورمالي اوبن فيزيكالي اوبن كلاسيك كنترول، يعني ممكن يكون نقطه مفتاح سويتش، يعني ممكن يكون بوش ووتر نورمالي اوبن، ممكن يكون نقطه اوبن من اوفرلود، ممكن يكون نقطه اوبن من ليميت سويتش، وهكذا. كذلك نفس الكلام لو جيت فور اكزامبل على اي 0.1 وعملت نقطه نورمالي كلوز، انا في الواقع ده ما اقدرش عليه اوبن وده ما اقدرش اقول عليه كلوز، لازم اشوف هو اسمه ايه. يبقى مثلا ده هسميه اي 0.0. في الحالة دي المفتاح ده قلنا من دقيقة ده ليه نفس حالة المفتاح اللي بره اللي ليه نفس اسمه. يعني مين هنا اسمه اي 0.0؟ ده نورمالي ايه؟ نورمالي اوبن، يبقى ده كده يعتبر اوبن مفتوح. يعني في البرمجة لو في اوتبوت بعديه الاوتبوت ده مش هيشتغل دلوقتي، تمام؟ طيب لو كان ده بدل ما اسمه اي 0.0 سميناه اي 0.1، يعني لو كان ده اسمه اي 0.1 كان حالته هتبقى ايه؟ ليه نفس حاله اللي بره اللي بنفس اسمه اي 0.1. فين اي 0.1؟ اهو ده كلوز، يبقى هو كمان هيبقى ايه؟ كلوز. يبقى ده بنفس شكله، من غير عشان ما تلخبطش، بنفس شكله من غير ده خالص دلوقتي، ده بنفس الشكل بتاعه. لو سميناه اي 0.0 هيبقى كانه اوبن، سميناه اي 0.1 يبقى كانه كلوز، لان بياخد نفس حاله الانبوت اللي بره اللي متسمي على اسمه. طيب دي معناها ايه؟ معناها ان لو انا عندي في كلاسيك كنترول كان ينفع يكون مفتاح تشغيل نورمالي اوبن؟ طبعا ينفع. طب كان ينفع يكون كلوز؟ لا طبعا ما ينفعش. انا دي اول نقطه في البرمجه، ما عنديش حاجه اسمها لازم المفتاح اشتريه نورمالي اوبن او نورمالي كلوز. في حالات هنقول يفضل اشتري ايه، لكن انا مش ملزم اشتريه بحاجه معينه. ليه؟ لو انا عندي مفتاح عايز اشغل بيه اوتبوت ستارت، يعني هو اخلي وظيفته كانه ستارت، مفتاح تشغيل، اوكي. المفتاح دوت ولنفترض هو نورمالي اوبن في الحقيقه، يعني هو فيزيكالي اوبن، يعني اي 0.0، اوكي اي 0.0. طب هو فيزيكالي اوبن انا اعكسه؟ لا مش اعكسه، لان هو بالنسبه لي زي ما انا محتاجه فعلا، هو اوبن وده بيسمع بياخد نفس حاله اللي بره، ده معاهم عليهم، يعني لو اللي معاه بره اوبن هو يبقى اوبن، لو اللي بره قفل تحول لنورمالي كلوز، هو كمان فيزيكالي كشكل هيفضل كده، لكن فعليا هيعمل ايه في السيجنال؟ هيعدي السيجنال، هيتعامل كما لو كان كلوز لان اللي بره بقى كلوز، اوكي. طيب لو انا المفتاح دوت لسبب ما مش محتاجه اوبن، عندي مشكله انه اوبن، محتاجه يبقى كانه كلوز، هعمل فيه ايه؟
هعكسه. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان ده ليه نفس حالة اللي بره زيه بالظبط. يعني لو انا سميته i0.0 كانه بقى open، لو انا سميته i0.1 كانه بقى close من غير ما غير شكله. اما المفتاح ده، المفتاح ده ده عكس اللي بره، يعني خلف خلاف. لو اللي بره open يعني لو سميناه i0.0 هو هيتعامل كما لو كان close، ولو سميناه i0.1 هيتعامل عكس الكلوز يعني يبقى كما لو كان open. عشان اوضح الموضوع باختصار هختصر كل الكلام ده في الكلام الاتي. لو انا رسمت ده كده وسميت ده i0.0 مرة open و i0.0 مرة close، i0.1 مرة open و i0.1 مرة close، لو انا عايز اكتب جنبيه حالته في البرمجة هتبقى ايه؟ هتبقى كالاتي. ده دايما زي اللي بره عكس اللي بره، زي اللي بره في الهاردوير اقصد عكس اللي بره. طيب ده زي اللي بره يعني i0.0 open يبقى هو كمان ايه؟ open. ده عكس اللي بره مين i00 open، يبقى المره دي ما ينفعش يكون open هيبقى close. تمام؟ اللي ما فهمش دي هي نفس الفكره هنا. نرجع تاني، ده زي اللي بره i0.1 ماله close يبقى هو close، ده i0.1 not negative عكس اللي بره، اللي بره close يبقى هو ايه؟ open. معنى كده ايه؟ ان انا لما اجي ابص في البرمجه ما ينفعش ابص للمفتاح واقول ده شكله open، مين اللي قال؟ طب ما هو اخوه بس مش open. او ايه ده؟ ده close. لا مين اللي قال؟ طب ما ده شيء بس مش close. فدايما عشان اقدر اقرا برنامج او ارسم برنامج او اعمل مشروع جديد لازم انا اروح اقارن لسته الاي اوز اللي عندي عباره عن ايه؟ نورمالي open ولا نورمالي close؟ بتسمي على مين؟ اي كام بوينت كام؟ عشان اقدر اشوف في البرمجه هيناسبني فمعكسوش او ما يناسبنيش فمحتاج اعكسه. يعني لو هو بره كلوز وانت محتاجه كلوز ما تعكسوش، اهو بقى كلوز زي ما انت عايز. لكن لو هو بره كلوز ومش نافع معايا محتاجه يكون اوبن هعمل فيه ايه؟ هعكسه. لو هو بره اوبن وانا مش عايزه اوبن عايزه يكون كلوز هعمل فيه ايه؟ هعكسه. اما لو عايزه اوبن زي ما هو مش هعكسه. تمام؟ اتمنى اكون افدتكم في الجزء بتاع الانبوت الاي اوز اللي هي الاوبن والكلوز. فكره الاوبن والكلوز دي دايما احنا متعودين عليها ان هي في الهاردوير، لكن في السوفت وير عمرها ما كانت زي الهاردوير. انا اقدر اخلي الحاله زي ما هي او اقدر اعكسها. اشوفكم حلقه جديده عن موضوع جديد. شكرا.